اللي خدها عشان يوزعها ويديها المرضى ببقه بالقرص كده فوق المريض شركة أخرى قطاع خاص. أنا معلش ترجمة نفس الشركة. طب بس كمل الصوت معلش. طب أكمل. لا كمل. أوفرسيز شركة أوفرسيز ديت شركة الدواء اللي كانت مسؤولة عن توزيع هذا المنتج وتسليمه للمرضى بالقرص. كان هي خلي المريض كده قدامه ياخد القرص لضمان يصل المريض. وبعدين وهو رايح يسلم العلبة التانية معاه العلبة الفاضية في التوقيت المحدد. نحية. إذا كانت إذا قامت هذه الشركة بتأدية خدمة الدكتور كانت معاه كده ركز بس عشان نعرف. نحية. إذا كانت الشركة ديت يا جماعة خدت قبل ما يسند لها هذه المهمة خدت معيار الجودة يا دكتور وليد. بعد كده استمرار الجودة ديت خلت وزارة الصحة تديها مقابل وثمن هذه الخدمة. فتطبيق وده مشروع كان مثالي وتطبيق مثالي وكان في حاجة في منتهى الجمال. دي المخاوف وده الأمل اللي ممكن يخلينا نقول إيه لا ده ممكن حاجة تنجح في مصر. هي دي التركة إن إحنا نتشدد في القانون بتاع هيئة الجودة. يعني حضرتك الاستورات اللي وزعته فرسيس الاستورات شركتين فرسيس لا يعني هي أنا أحمد جزارين في لا قيل مش